اهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا وبكل المشاهدين اللي تحقوا بنا الان. نحب نحيي المشاهدين في تونس وخاصه خارج حدود الوطن اللي يتابعوا فينا ويتفاعلوا معنا بكل طبعا انواع ومواقع التواصل الاجتماعي. ننطلق على بركه الله مع مباراه البطوله والبدايه مع مباراه النجم الساحلي واتحاد بن قردين. فوز هام للنجم بعد عثره سليمان يعود لطوال للانتصارات. تقرير ملك ساسي لبيب بن فاطمه ومير سلام في المونتاج. بعد المردود المحير اللي قدمه الفريق قدام مستقبل سليمان وخسارة فين بلاش، عشاق النجم كانوا ينتظروا في ردة فعل قوية من الملعبية في ماتش بن قردين، لكن حتى شيء ما تغير من الناحية الفنية والروح الانتصارية، رغم انه الفريق اقتلع النقاط ثلاث ورجع سكة الانتصارات بعد ثلاث جولات ما حصلت فيهم الفريق كان نقطتين. الانتصار هذا نحب نهديه للاعبين الشبان خاصة. راهو تعبوا شوية الجمعة هذه بعد خسارة سليمان. سي لو بلون مونتال تعبنا برشا. تعرف فما فريكونس تاع لي ماتش، فما لانتونسيتي. هما بيدهم يديكوفر ليكيب سينيور. فما برشا حاجات ما يعرفوهاش. حتى كي تعطيه معناها حاجة باش يطبقها ربما ينساها شوية. الملاعبية هذوما مشروع تاع معناها فريق إن شاء الله في مستوى عالي. اتحاد بن قردين من الجمعيات اللي تعرف الديبلاسي، خمسة انتصارات وجوز تعادلات من جملة 12 ماتش لعبهم الاكستيريور. كونتر نجم نهار ثلاثة عمل ماتش كبير خاصة من الناحية الدفاعية وقلق هجوم الاطوال وسكر عليه كل المنافذ. نجحنا نوقفوا الاطوال، وقفنا لي بوان فور الاطوال ومام تو لعبنا على لي بوان فور نتاعنا، تحصلنا على زوكازيون في مباراة مع كيما النوعية هذوما مع الفرق كيما النجم الساحلي باش تجيك فرصة ولا اثنين يعني ولا ثلاثة ماكسيموم، انك ما تمركيش بونت وعادي جدا بعد باش تقبل حتى سي لو بلون مونتال باش تشد وبعد باش تجيك الغلطة. تكتل دفاع كبير من الاتحاد عجز ملاعبية الاطوال عن فك شفرته، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض الملاعبية المحترفين كي داروين والعريبي. دفاعيا النجم الساحلي ماهوش في احسن حالات، قاعد يرتكب في اخطاء قاتله ما عرفش كيفاش يستغلها اتاك الاتحاد. نحن فريق نصنع اللعب ونمشيو للهجوم برشا، ساعات فما خلل في التوازن معناها الدفاعي، ساعات يستغلوا معناها هذاك هو الفوتبول معناها بتاع الجمعيات الكبار ديما يلعبوا الهجوم. ضعف الزاد البشري وتتالي الماتشوات اثر سلبا على الحضور البدني لملعبيه الاتحاد اللي دخلوا في البريسيبيتاسيون وغاب عليهم التركيز في دقائق المباراه الاخرى، الشيء اللي كلفهم ثلاثه نقاط. برشا عباد ما تعرفش نحن لاعبين 90 دقيقة، معنا 13 جوار 6 ماتشوات في جماعتين 90 دقيقة كومبلي معنا كونتر سفيقس، معنا لعبت لهم كيفاش نخسروا 4 بلاش، راهو عندنا ورقة حمراء ولو جوارات بريسك نفس الافكتيف، الجماعات معنا عندهم الافكتيف وكل شيء، نحن قاعدين نخدموا على رواحنا ونتعلموا الماتش الماتش وإن شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير. النجم الساحلي في ماتش نهار الثلاثة لقى صعوبة كبيرة في الخروج بثلاث بوان بعد ان اصطدم بفريق منظم دفاعيا وخطير في الكونتر كيما بن قردين، الا ان الكوتشينج نتاع نوفل الشبيل اعطى ثماره بما انه رضوان زردوم اللي تخلف في الدوزيام ميتون تمكن من انقاذ الاطوال ورجعوا سكة الانتصارات من جديد. النجم الساحلي إذن يعود لسكة الانتصارات والهزيمة الثانية على التوالي لاتحاد بن قردين منتصر. والله تريبور رياكسيون من النجم الساحلي معناها بعد الخسارة في سليمان 2-0 كنا حكينا على النجم الساحلي اللي كونسيدي بوكو دوكازيون في المقابلة هذيك، أي بون رياكسيون اللي هي ماهيش سهلة معناها صحيح كي تبدا فما ملاعبية صغار في ساعة يتمسوا مونتالمون يفالي رياجيغ في المقابلة هذه. ليكيب اللي تي بوكو بلوز ايكيليبري في الماتش هذا، يعني دي زوكازيون لي شونجمون كانوا برودكتيف دار جيت زوز ثلاثه فرص بعد التغيير. ماتش محترم من النجم الساحلي، يا يو دي مومون فور باهين معناها كريم العريبي يتحرك برشا سوغ في اللين داتاك، كيف كيف داروين مره اخرى ورا لي زاتاكون اونتر لي ليني بوكو دو سوليسيون عطاهم في الجو. لو بلوز امبورتون نجم الساحلي سيتي لي 3 بوان في المقابله هذه. اتحاد بن قردين كي العاده تري سيريو بيان اورغانيزي، بعد السرسه نتاع النتائج الايجابيه يظهر لي نتيجه ثقيله برشا معناها دي صفاقسي في بن قردين 4-0. دونك
لوبجيكتيف سيتي باش تعاود توقف ليكيب باش تعاود ما تقبلش اهداف. حسب رأي ماتش محترم بار مومو كان اتحاد بن قردان في 0-0 وجاو دي زوكازيون ممكن كان الملاعبين مشاو اكثر القدام وامنوا كانوا ينجموا يسجلوا هدف كان الماتش يصعب ممكن على النجم الساحلي بعد الفرص اللي ضيعوها مينو باسيزي لا شونس هذه في الفرص نتاعهم قبلوا هدف على كره عرضيه بو 3 بوين ميريتي للنجم الساحلي. لي دوز ايكيب مازالوا معنيين معناها بال لي بلاس كاليفيكاتيف للافريك يظلوا في الاربع مقابلات الجايه يا دي سسبانس في الشامبيونات. واضح تشويق متواصل وعلى أشده خاصة في قاعة الترتيب. لكن قبل ما نحكيه على مؤخرة الترتيب نعود لهذه المباراة النجم الساحلي في الشوط الأول عمار قا صعوبات كبيرة في الشوط الأول في مباراة اتحاد بن قردان وحتى في النصف الثاني من الشوط الثاني إلا أنه إصرار اللاعبين والجرينت اللي قدموها واللي ظهروها خلاتهم يتجاوزوا عقبة منافس محترم قدم مباراة بطولية رغم الهزيمة. صحيح عادل بطبيعة فريق كبير في حدنا الساحلي ولو لاعبين شبان لكن ديما رياكسيون تكون موجودة وهزيمة ثانية معناها على التوالي صعيبة باش يعني تتقبل أو حتى باش تصير دونك هذاك هو اللي حدث. خلينا نحط الأمور في إطارها يعني بقطع نظر على كونه لاعبين شبان دونك نتصوروا اللي ما خذوا فرصتهم إلا كونهم يستحقوها. اثنين النجم الساحلي ما يلعبش على أرضه وهذا عامل ما يخدموش لأنه على الميدان متاعه الحقيقي ملعب الأولمبي بسوسة يكون معناها أكثر يعني نجاعة وأكثر جدية أو حافز اللي هو الملعب متاعه لأنه يعرف الريبير متاعه فيها مليح دونك هذا عامل عوامل اللي يخليه المرض متاعه يتقلص معناها نسبيا. في المباراة هذه فما يعني اختيارات جديدة عطات معناها أكلها لانه خلال يعني الشوط الاول الكل كانت النسبه الكبيره نتاع العمل تاع النادي الساحلي ستيريوتيبي واكثرها على الجهه اليمنى، الجهه اليسرى ما استغلوهاش الا نادرا لكن العمليات كل كانت اغلبها معناها على الجهه اليمنى. وكلفتهم صعوبات يعني التنظيم الدفاعي نتاع الاتحاد الرياضي بن قردان وزد على ذلك بعض الاخطاء اللي صارت على مستوى التركيز ولو الفكر نتاع اللعب موجود الا انه ما تجسدش كأفضل ما يكون نظرا لعدم الضغط تاع الرزنامة والمدربين ما عندهمش الوقت باش يخدموا ويطوروا الأداء تاع اللاعبين نتاعهم. دونك كما قلت وكل فريق خذا يعني الفرصة نتاعه معناها في التهديف سواء كان اتحاد بن قردان أو النجم الساحلي كانت عندهم فرصة واضحة. خلال الشوط الثاني خذا النجم الساحلي بجانب الأمور أصبح السيطرة أكثر. اللي أنا نعيبه اتحاد بن قردان هو كونه دفاعيا منظم إلا أنه ما جازفش باش يعني خاطر المباراة فيها تنظيم دفاع وتنظيم هجومي فالتنظيم الهجومي كان ناقص شويه يعني لما يضغط عليه النجم الساحلي الا وترجع الكره الخلف للمدافع الباك سنترال نتاعهم ويحاول يبالانسي كان من الافضل كونه يلعب سو بريسيون يتعود ما خسر شيء في المباراه معناها باش تكون النتيجه لصالحه او يتعادل فيها او ينهزم فيها ما خسر شيء يحسب النتيجه ما نقولش لا لكن على الاقل تكون له ان تيست على مستوى يتعود الفريق يلعب سو بريسيون لانه مباراه كامله ولا وقت بيلدينغ اب ولا وقت ما تخرج كره من الخلف كلها يعني بتطويل كلها كرات طويله فالاجدر كونه ياخذ ولو مع النجم الساحلي يحط كره تحت ويحاول يلعب وفي نهايه المطاف الهزيمه صار فتكون هزيمه معناها ونربح فيها التنشيط الهجومي نتاعي نحسن ونلقاه في المباريات القادمه افضل من اللي ما نستعمل كان الجانب الدفاعي. حتى في الشوط الثاني كانت عنده فرص اتحاد بن قردان الا انه اصرار النجم الساحلي كان اكثر وجات على كره ثابته زود المباريات يعني لقاو الديكليك نتاعهم على كره ثابته دونك اللي نتصور النتيجه يستحق النجم الساحلي وكانت فيها العديد من الاخطاء صفر من الحكم نتيجه من التقطعات والتشبث من النتيجه من ذا وذاك دونك نتصور انتصار منتحق النجم الساحلي وكان ولعب بالنار في نهايه المباراه لانه اتحاد بن قردان كان نجم يعدي. شو نجم يضيف سمير للمقابله هذه؟ بعض النقاط عادل انه نوف الشبيل مدرب النجم الساحلي صلح الخطا اللي قام به في ماتش سليمان. في سليمان لعب بن عمر لاعب وحيد فقط واختل التوازن في ماتش سليمان والاطوال خسرت الماتش نتاعها. فصلح نوعا ما ما خلاش بن عمر وحده لعب بجوج ملاعبيه على مستوى افتكاك الكره في نص الملعب ايوب عياد ايوب عياد لجون وداروين رجعوا للبلاصه نتاعو اللي تعلق فيها ولقى روحه مرتاح فيها خلف المهاجمين دونك ليطوال قات لي روبير نتاعها دونك هنا بن وناس من غادي كشريد قاو لي روبير نتاعهم علاش خاطر ملو تيران تاع النجم كان راكز مليح معناها حتى كان يطلعوا للاتيغو الاثنين فما
التغطية اللي ضاعت كالتوازن تكلمنا عليه، ضاعت على مستوى التوازن في وسط الملعب. نقطتين بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، فريق يصنع برشا فرص وما يسجلش النجم الرياضي الساحلي، فهنا لابد من الانتباه. لتوال ديما تخلق فرص وشوفناها ضد الاسبيرانس، شفناها في برشا ماتشات اللي تكون لتوال حاضرة تخلق فرص، عندها مهاجمين ما عندهاش هدف بالنسبة للنجم، وهذه نقطة لابد من المدرب الفني التعامل معها. وبعض الأخطاء على مستوى محور الدفاع، محور الدفاع متغير، اللاعبين شبان ناقصين خبرة، فما أخطاء، لكن لتوال في الطريق الصحيح. علاش نقولوا هذا؟ لأنه في لتوال يكور يفرجك في الكرة ويخلق فرص، الجزئية تذوب خدمة التمارين وتتصلح. بن قردان لابد نعطيه للناس حقهم، عنده فريق ممتاز لكن ما عندوش بنك ممتاز. بن قردان عنده 11 لاعب ممتازين وعنده فريق يكور مليح والترتيب نتاعو يعكس الامكانيات، يقول كل شيء، والمباريات نتاعهم كلهم ممتازه، لكن وقت تكثر الريتم نتاع المباريات في جمعه تلعب ثلاثه ماتشات، بن قردان ما ينجمش يستعمل البنك نتاعو. لتوالت نجم، اسبيرانس نجم، كلوب نجم، جمعية نجم، فما جمعية نجم، لكن بالقدام ما تنجمش لأن عنده 11 لاعب فقط. وبالتالي هذه النقطة الأساسية وتكلموا عليها توه في الفيتير، قالوا أنه عندهم 6 ماتشوات الملاعبية تلعب في 90 دقيقة، المدرب ما عندوش خيارات متاع تغيير، وبالتالي طبيعي ضد السي اس اس باش يطيح المستوى. ولكن رجعوا بالقدام للماتش اللي يحبوه هما، إيش معناها ماتش يحبوه هما؟ البن قردان يحب يسكر مليح ويستناك، ومن بعد العوجي ويحيى يلعبوا في المساحات، وقاو الطريق انهم كانوا ممكن يقلقوا النجم الرياضي الساحلي. بن قردان لابد انها تخمم على معوضين وتخمم على البنك نتاعها باش الطموحات نتاعها تكبر، لانه فريق ممتاز جدا على مستوى خروج الكوره وعلى مستوى الفرجه وعلى مستوى حتى خلق الفرص. واضح. حبيت كلمه واحده على بن قردان. بن قردان يمكن الهزيمه الاخرانيه ضد نيسفيرسي كانت ثقيله على ميدانه، تعرف بطبيعتها تخلي معناتها تلعب ضد نيسفيرسي وبعد تمشي ضد ليتوال في سوسه، ما تنجمش تكون مباراه سهله، معناتها تنجم تكون كان مباراه ثقيله من ناحيه ذهنيه بالنسبه للاعبين، لكن انا هزيمه واحده بلاش ما تنجمش تكون معناتها مخجله بالنسبه للاتحاد بن قردان، انه النجم يبني عليها كما قال سمير، انه اليوم الفريق راهو ماشي في اثنين صحيحه، ما يلزمش تدخل فيه الشك، خاصه في المراحل الصعيبه. يصير في كره القدم يجيك في ان جور سون تنجم تقبل 4 اهداف، في كره بينالتي سجلت ما سجلتش، لكن اتحاد بن قردان راهو عنده فريق ممتاز يلزمهم يبنيوا عليه ويلزمهم يكملوا قدام. سامحني ناصر، التورنوم تاع الماتش هي ضربه جزاء، معناها 0-0 ضربه جزاء بن قردان ضاعت، ومن بعد نادي صفاقس يسجل 4 اهداف، معناها كانت سجلت ضربه جزاء بن قردان تكون مقابله اخرى في بن قردان. ممكن تكون مقابله مغايره. تفضل وليد. لحظه صغيره باش نضيف على كلام لوخيان، تو بن قردان هي وستاد تونيزيان براتيكمون الزوز اللي في الميليو دو تابلو باتم معنى الكلمه، معناها عندهم فوالا عندهم اريحيه، ماهمش يلعبوا التيتر وماهمش يلعبوا تفادي النزول، دونك هما افونتاجي شويه بارابور يعني. بعد على الضغط. وبن قردان كما قال سي سمير توا فريق الحقيقه قاعد يوري في كره مزيانه وقاعد يكور وما عندوش دوبلور بالحق، كان جا عنده دوبلور اليوم بن قردان نجم نشوفوه في وضعيه مخير. سينو ليتوال انا نشبهها يعني باللي صاير في الترجي الرياضي ولا في النادي الافريقي ولا حتى في نادي صفاقسي قبل كي عملوا على التشبيب وكل شيء، راه خرجت برشا ملاعبيه كي تقارن اليوم الموجود بالناس اللي لعبوا ضد الوداد في الشامبيونز ليغ، راهو فما برشا غادروا جمعيه كامله تغير. وانا لتوال عجبتني برشا في المقابله نتاع الوداد، معناها عملت ماتش اكسبسيونيل حسب رايي. توا هما لوبجيكتيف نتاعهم باش يشبوا، دونك يلزمهم يصبروا، وعندهم لاعبيه تالونتيو وصغار، اما يلزمهم شويه وقت. لكن السؤال المطروح، هل انه جمهور النجم الساحلي يصبر وما يصبرش ويقبل انه يقع تشبيب الفريق، وهل انه في تقاليد النوادي الكبرى تلعب على المستوى الافريقي على المستوى الكبير يلزمها تصبر ويلزمها تشبب ويلزمها تغير ويلزمها ملاعبيه حاضرين باش يلعبوا من اجل التتويج من اجل المراتب الاولى، والى هلم جرا من الحكايات هذه اللي عندها علاقه بالجمعيات الكبيره. تفضل. اللاعبيه كي نشوفوهم احنا تاخو ايوب عيد ان بيفو اللي لعب مع ماتش الاخراني هذايا، مع نسيم خضر ليسونسال الجديد اللي دخل، وتقريبا صالح حرابي ولا ثابت، علي سوما الغيني في الاتوال قاعد يعمل في خدمه كبيره برشا، معناها ملاعبي موهوب عنده معناها امكانيات كبيره برشا. صحيح. الملاعبيه هذوما وما نساوش محمد الحاج محمود اللي تضرب، هذوما خمسه خارجين من سونتر دو فورماسيون. مالك بعايو ولا ما عنده خذا ما عنده العادات ولا يلعب بتجوال منذ عواب. هذوما الصغار هل كما قال عادل باش تحفظ عليهم الاتوال وتقعد تعطيهم الثقه نتاعها
وتقعد تلعب بيهم، ولا بعد وقت تبدا كوب دافريك ولا حاجه تغير، خاطر هذوما الملعبيه سي البروجي نتاع ليتوال. وهنا كما قال لازم الناس تصبر، واحنا في تونس ما نعرفوش نصبروا على الاولاد الصغار ونحبوا ديما النتائج. هذوما دي جوار كونفيرمي صدقني من اللاعبين، انا انبهرت بهم. كونسيرنون الدوبلور نتاع بنجردين، صحيح خرجت احسن اتاكون نتاعها ديميلو اللي هو ما انت لحد الان هو هداف مالجري اللي هو عنده 3 أو 4 شهور ملي خرج. دونك الاتاكون دو باز اللي كان يمركي لها ما انا فقدته، هذا علاش ربما شويه كما ستاتونيزيان سمحت اللاعبين نتاع ليتوال هذوما 5-6 ملاعبين مالك بعيد عملوا عامين في الليليت ما خسروا حتى ماتش. دو سيزون دو سويت معناها عملوا دو سيزون دو سويت ما خسروا حتى ماتش وهزوا دو تيتر معناها دو شامبيونا. سي فري ريزولتا، اما باش تقعد ايكيب اليت عامين ما تخسرش ماتش راهو سي سافروف فما بوكو دو كاليتي معناها والخدمه اللي صارت في السونتر دو فورماسيون مش جديد معناها في ليتوال ديما السونتر دو فورماسيون يعطي ملاعبي ليكيب بروميير معناها فما جينيراسيون كامله طلعت كيما عاد نستناو الكونفيرماسيون ونصبروا حتى في التقييم تاع الفرق الكل حتى على التقييم على مستوى المدربين اللي طالعين على مستوى اللاعبين يعني كل جمعه يعني نقيموا بطريقه اليوم نطلعوا الفريق هذا الفوق بعد نزلوه نخليه الوقت معناها ونخليه حتى تكمل الشامبيونات باش نقيموا قيمه العمل اللي صار كسوا من طرف الاداره كسوا من طرف معناها ما نقعدوش بالاسبوع الاسبوع ثم الظروف غير عاديه لان نلعب بدون جمهور ما تعرف دور الجمهور في التكوين تاع اللاعبين هذوما وقوه شخصيتهم لما تكون ضغط تاع نتيجه فما ضغط تاع جمهور اوتركو لما نلعب معناها في تيران من غير أوي كلو من غير جمهور. دونك المهم نخليه الوقت للناس كسوا في المدربين او للاداره باش وكما قلت خاصه كون الظروف هذه اللي موجوده المدربين ماهمش حاطين يعني البات نتاعهم على مستوى العمل الميداني لتطوير المهارات والاليات تاع الخدمه. وضحت الرساله اكيد عمار السويح، مثل ما الحال الدربي لم يكن يعني على وقع الجماهير مثل ما تعودنا في السنوات الفارطة رغم قصر الجمهور على مستوى نسبة الحضور، لكن المرة هذه كانت أمام مدارج خالية. ملعب رادس احتضن البارحة دربي العاصمة لم يرتقي إلى مستوى انتظارات الشارع التونسي وخاصة الناس اللي انتظرت مستوى كبير وأداء كبير من الفريقين. مزيد التفاصيل في تقرير عصام الزناوي، سمير العطافي، وليد الرياحي في المونتاج. عناوين عديدة لدربي العاصمة البارح، النادي الإفريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تأجل احتفالات الجار وتقربوا من المراكز المؤهلة للمسابقات الإفريقية الموسم القادم، وترجي رياضي الفوز يعني التتويج بالبطولة بصفة رسمية قبل نهاية السباق. دربي العودة رغم ظروفه الخاصة يبقى مهم من ناحية النتيجة والمعنويات لذلك تصعب فيه التكهنات. لسعد الدريدي بتركيبة مغايرة لمباراة بنزر، يقحم 4 أسماء في وسط الميدان منذ البداية، خطة أعطت أكلها، الفريق يتحكم في اللعب، الضغط العالي على حامل الكرة والظفر بمجمل الكرات الراجعة من الخلف. دخلنا معناتها ديسبوزيون شونجي معناتها ديسبوزيف تكتيك بارابور الماتش تاع سي ابي، دخلنا 4-4 لوزونج وباش نخلقوا سوبيريتي نوميريك في الوسط، نجحنا فيها حسب رايي. معناها ايزيتي بريزون من الاول علينا اكثر، سورتو معناها في وسط تيران لي دويل، لونتام خلاهم يدخلوا في الماتش كما يلزم. وضعيه خلات النادي الافريقي الافضل في الشوط الاول، خلق المساحات، جات الفرص، لكن قله التركيز وجاهزيه حارس الترجي معز بن شريفيه حاله دون تسجيل الاهداف. عملنا برشا فرص اليوم، ما الا غالب ما كناش قدام الكاج معناتها ما حالفناش الحظ. مالوريزمون معناتها لقينا جارديان حاضر اليوم في نهارو، معز معناتها فسخ برشا بونتويت. فريق باب سويقه خسر معركه وسط الميدان، عول على الاجنحه والتسديد من بعيد لخلق الفرص، لكن لا حسين الربيع ولا الهوني نجحوا في مغالطه عطف الدخيل. دربي مش يجيك برشا فرص، مش يجيك حتى فرصه ولا اثنين يلزمك تحطها في الشبكه، لا غالب ما حالفناش الحظ اليوم. في الفتره الثانيه نقص الاداء من ناحيه النادي الافريقي، التعب ظهر على بعض الملاعبيه والتغييرات تاخرت في ظل النقص الواضح في الرصيد البشري. ابري كان 20 مينوت التعب نتاع لي ماتش معناتها كي سونشين معناتها كل 3 أيام عندك ماتش وافيك ليفيكتيف ريدوي خلينا معناتها اوبليجي باش البلوك يتيح باش نقربوا ليليني باش ما نخليهمش معناتها يلعبوا انتو ليلين. الحصانه الدفاعيه للافارقه تواصلت حتى النهايه وهجوميا الفريق ما شكلش خطر كبير على مرمى الترجي باستثناء كره باسيرو بعد تسديده قويه من بعيد.
بقينا كيليبري الاخر ماتش كنا نجموا نمركيو بشوطة باسيرو ان شاء الله جاي خير. وكاو ابناء معين الشعباني كانوا افضل من الفتره الاولى، تعدلت شويه الامور والحل كالعاده في التسديد من بعيد عن طريق الخنيسي والهوني وعبد الرحمن مزيان، لكن الناجعه كانت مفقوده حتى الصفره النهائيه للحكم. حبينا نربحوا اليوم ونهزوا الشامبيون نتاعنا، حبينا نماركي وميم طون قعدنا بيان كونسونتري للتالي. كهو الحمد لله معناها نتصور عملنا ماتش كبير وان شاء الله ان شاء الله نبنيو عليه وان شاء الله نزيدو نصلحوا الاغلاط اللي عملناها الماتش هذا وان شاء الله جاي خير. ديربي كان متوسط من حيث الاداء، ينتهي على تعادل سلبي، نقطه للافريقي يحافظ بها على المركز الرابع في البطوله ونقطه اخرى للترجي تنضاف للرصيد تخلي الفريق على بعد زوج نقاط فقط من التتويج بالبطوله رقم 30 في التاريخ. فما انجاجمون، فما دي دويل دوزيام بال دي تير دو لوان، شفنا خاطر لانه حتى ايكيب ما خليت الاخرى تلعب مرتاح. قدمنا مقابله طيبه، ما عرفناش الحظ باش نربحوا اليوم، ضيعنا دو بوان. نخموا في الجاي، مازالوا اربع ماتشات مهمين، مازلنا في الباركور نتاع حتى هزيمه، ان شاء الله نكملوا الشامبيونان نتاع 30 هذه اللي ان شاء الله تكون تاريخيه للنادي بدون هزيمه ان شاء الله. عندنا ماتش في سليمان، ان شاء الله نروحوا بتروا بوان وناخذوا التروازيام والدوزيام بلاس نتاعنا ان شاء الله. على نتيجة التعادل ينتهي دربي العاصمة، دربي انتظرته الجماهير التونسية في الداخل والخارج، لكن تمخض الجبل فولد فأرا. أكولا صحيح والله. شوف احنا حبينا نشوفوا مستوى مخير في الدربي، تعرف الدربي الناس كل معناها تبدا تستنى فيه، فما كل التسابق والتلاحق والريفاليتي هذيك العباد الكل تستنى فيه. اليوم المستوى مرتقاش، يعني نقولوا متوسط شويه هكا فوق المتوسط، خاطر سو لو بلون انجاجمون وايفور وعطاو الملاعبيه ما عندهم. بيان سور فما عوامل تاثر كيما لوميديتي والسخانه اكسيتيرا اكسيتيرا والعوامل النفسيه وبرشا امور حتى في الرصيد البشري، معناتها افيك لي موان دو بور. كي تشوف الترجي اليوم، ترجي في معناتها الحقيقه امر البطوله تحسم، خلينا نحكيو يعني الواقع معناها فهمت، من جولتين وقت اللي تعثرت السي اس اس وزاد تعثرت المستير، الاسبيرونس حبت تربح البارح باش تتهنى براتيكمون على البطوله نهائيا، لكن تلقى اون فاس اون ايكيب كورياس اللي محضرت لها كما يلزم سورتو سو لو بلون تكتيك، بامور امور بروبر امور كره باللي تحب يعني فهمت. النادي الافريقي عمل رياكسيون وكان سوبر موتيفي، وحتى يعني الموتيفاسيون خير من الترجي، لونجاجمون خير، لونفي خير، والتعامل حتى تشوف معناتها على المستوى التكتيكي نتاع الاسعد الدريدي اعتمد معناها على وسام يحيى، حطوا معناتها في رول باش يكدري معناها سورتو كوليبالي ويخليه براتيكمون يلعب ديما لاتيرال، ما يلوش البروفوندور حتى وما يطلعش باش يدرج بالكره بالوبي. خلى لي زاكسيو زاد اون دوت، ما يعرفوش شكون ريالمون لاتاكون دو بوانت، صابر ديكالي على اليسار وكومباوري على اليمين، معناها فما خلق مشكله تكتيكيه وخلق معناتها سوبريوريتي نوميريك في الميلو تيران. حتى لي دوزيام بال في لي دويل النادي الافريقي كان خير، والفرصه هذيك كات ريبريز اللي شفناها ممكن معناتها المهاجم قبل ما تجي الوسام معناها الكره الاولانيه تقريب خليل القصاب معناها كان جاوا مركزين اكثر في الكره هذيك، حتى من بعد رودريغ زاد عاودت رجعت له الكره، تحسك اللي حبوا يتخلصوا منها سينو كان تعاملوا باكثر معناها تركيز كان نجموا يسجلوا هدف. هذيك اوضح فرصه واقرب فرصه صارت في الماتش، سينو هاني قلت لك لي فور موجود، هذه فرصه تحكي عليها، هذه هي فوالا معناها شفت توا الكره هذه كان ينجم ياخذ وقته لهنا، هنا كيف كيف وسام كان ينجم يكون بلو بريسي، كيف كيف رودريغ كان ينجم معناتها يعمل كنترول ويشوت مع سي سمير، معناتها ما نعرفش كان فهمتني معناها شنو نحب نقصد في السيرفاس، يلزمك تكون اكثر معناها سون فروا وتشوف الكاج فوالا باش تاخذ القرار الصايب. سينو هاني قلت لك معناها النادي الافريقي اليوم والترجي الرياضي ما لازمناش ننساو حاجه اللي راهو نقصوا لهم برشا ملاعبيه، زاد كيف كيف تحكي على ملاعبيه معناتها من طراز عالي كسوا للترجي خرجوا ولا حتى النادي الافريقي اليوم ناقص تقريب 6-7 ملاعبيه من قبل شهر ديسمبر لتوا، معناها افيك لي موان دو بور عادل هذاك هو ما تنجمش تشوف مستوى كبير برشا في ظل غياب لاعبين معناها دو جروند كلاس كانوا موجودين معناتها من جهتين، خلى المستوى يكون معناها متوسط لا غير.
منتصر. والله با نادي الافريقي عمل بداية شوطه الممتازة، معناها سيتو 17 دقيقة الأولى ضغط على الترجي، بعد تعرف الترجي شفناه ماتش ليتوال والمقابلة اللي بعدها كان فما دي ديفيكولتي في اللي سورتي دبال في خروج الكرة، الفكرة كانت واضحة معناها تضغط على الترجي ما تخليش تكسر لي بروميير رولي، ما تخليش لا بروميير رولونس ولا كرة تدخل انتيريور على كوليبالي. لي فيت سوربريز نتاع الكات كادون لوزونج اللي فيه أحمد خليل اللي دار عمل الماتش في وسط المقابلة المتوسطة، أحمد خليل يسوق جولو ديجا ربح لي جويل نتاعو الكل، الكور نتاعو كل صحاح بوتيتر اللي نحكيو عليه لونشينمون دي ماتش، هو ما لعبش في بنزرتي لاغي افيك اون سيغتين فريشور بارابور للاخرين بوتيتر، مي سا نونبيش عمل ان كرون ماتش بريزونس لو رول في ليكيليبر عاونوا زاد في هذا لي كات جوار دو ميليو هو ورودريك ووسام يحيى وقصاب il y avait pratiquement personne في الكادراج خاطر الاخرين مع لي 3 ميليو وسام يحيى مع كوليبالي وكواسي كانوا ديما مع لي 2 ميليو رولير نتاع الترجي رقالة ليبرتي في الرولونس الكرة الاولى مي بريزون في الدوزيام بال بريزون لي جوير ربح 100% دي ستات معناها مش كلام 100% دي جوير اي تي بريزون في الرولونس نادي الافريقي جاتو كرة في اخر الشوط لوكازيون ا بليزيور روبريز كان ينجم يسجل فيها من بعد فما كرة في اول الشوط الثاني وكرة في الاخر نتاع كومباوري لورغانيزاسيون ديفونسيف كانت باهيه معناها كما قلت لك الكات كادو اللي حطوا ديفونسيفمون يا با يو بوكو دوكازيون الترجي ذو لي فرصه ولا زوز تاع الخنيسي دونك تكتيكمون سور لو بلان ديفونسيف بعد في وسط المقابله في ان شوا فير وتقعد اكيليبري وتستنى يجي هدف والا تاخذ الريسك وتلوج باش تزيد انا تو اوفونسيف وقتها تنجم تخسر الاكيليبر نتاعك معناها سي دو شوا فهمتني سيتي لو شوا باش يقعد الفريق منظم ويكيليبري ان بوان يخلي حظوظ النادي الافريقي في السويت نتاع اللوت نتاع البلاصه الثانيه اللي يلعب عليها مهمه بالنسبه للترجي فما حاجة كيفا با معناها فما الفريق صحيح خرجوا من لعبية صحيح كان فما معناها كي تشوف مثلا ليكيب اللي لعبت تنحي الشتي وتنحي في وسط الميدان محمد علي بن حمودة وتنحي البدري اللي هما كانوا موجودين الاخرين يذولي هما بيدهم مثلا لعبوا مع نادي صفاقسي في صفاقس في الليلة عملوا محمد علي بن رمضان قلت لك الشتي بن رمضان والبدري معناها ليكيب ال سو شيرش بوتيتر تقول انت فاسيليتي ويكار دو بوان روتور سي سور معناها ملاعب كيما الهوني عنده شهر ونص مضروب مازال كي رجع ما تنجمش تستنى باش يكون 100% مستحيل هذا قانون الكره معناها استحاله الى في سكي بوفي فير بعد ما فماش فرص كبيره ما ترجي ما رقاش لا سوليسيون تكتيك بارابور ال 4 4 2 اللي حطوا النادي الافريقي حتى ما ينجمش يلعبوا 4 2 3 1 ما عندوش ان جوار اللي باش يكون تحت اي ما عندوش ثلاثة ما عندوش زاد ابار كوليبالي بن غيف ما كانش في نهار باهي بونسو اوكين فيرتيكاليتي في الجو محمد ما كانش فماش فيرتيكاليتي لاتيرال محمود ما يدخلش الوسط كيما كان يعمل بدري قبل ديزوني يخرج ما يعطيش دي سوليسيون انتيريور خاطر سي ان اتاكون على باز ماهو جوار شو يدخل دي انتيريور يعطيك دي سوليسيون دوك ما رقاش الجو ما حطش ما فهم ما رقاش اللعب حتى وقت نادي الافريقي ما ضغطش لي سونترو تحسهم بلوكي ما فماش دي سوليسيون دو رونس ما فماش دي سوليسيون دو باس باش لاكسيون البروغريس تمشي للتير الاخراني بو فما زاده حقيقه تتقال ما انت حكيت على الملاعبيه اللي خرجوا فما الملاعبيه كان باش نحكيو على الشامبيون نتاع تونس نوع كان باش نحكيو تحب تحكي الشامبيونز ليغ ونيفو اخر فما ملاعبيه في الترجي ما عندهمش النيفو ما نش نسميه وسامي مي نون با لو نيفو ينجم يكونوا دي رومبلاسون ينجم يكون في جروب تاع 20 مي نون با لو نيفو باش يكونوا دي تيتولير في الترجي باش يتحملوا مسؤوليه دي ماتش كيما هذوما اللي هو يقعد عند ديربي فما نقطه واضح تفضل سمير تعقيب على الاخيين وما قالوه وباش نكمل في نفس الفكره الترجي الرياضي التونسي واحنا الكلام هذا قلناه جمعة ليتوال المرة الأخرى قلنا أنا تكلمت قلت عنده نقطتين مشكلتين مشكل خروج الكرة من الدفاع وإذا تأكد مع النجم رياض الساحلي 10 كرة طويلة من اليعقوبي ديريكتومون على وترا ومشكل ديفونس الترجي ولا تتمس ديريكتومون لأنه الليني الأولى نتاع الأتاك كانت تخدم برشا والليني الثاني اللي كان فيها كوم وفيها كيف كان فيها كولي والشعلاني كانوا يوقفوا المنافسين ما عادش موجودة توا دونك ديريكتومون
تلقى روحك فاس مع الدفاع نتاع الترجي التونسي اللي يلقى في صعوبات. والدليل على ذلك عادل كل الماتشوات اللي بعد الراحه تاع الترجي قا فيها صعوبات، اللي ربحها واللي تعادل فيها. كان ذكروا بن قردين كان نجم يخسر، كان ذكروا النجم الرياضي السياحي كان نجم يخسر، حتى في الماتشوات اللي ربحهم بصعوبه. والدربي اكد الكلام تاعنا، دونك في الترجي الرياضي التونسي فما مشكل لانه كي تلعب في الاسبيرانس، وانا مانيش موافق الخيان يقول لك في الاتوال نصبروا عليهم، ما تصبروش في الاتوال. في الاتوال تلعب يلزمك تلعب وجيت بالتيترويت في الكلوب وفي الترجي وغير ما يصبروش عليك. 18 و19 و20 سنه ديريكت موت هز التيترويت، ما فماش. تلعب في النجم الرياضي السياحي، تلعب في الافريقي، تلعب في الترجي، هذيك عاداتهم وتقاليدهم، ما نصبروش. جمعيات كبيره ما تصبروش عصر. تلعب باش تربح تهز التيترويت. دونك هنا في الترجي فما ملاعبيه، وهنا موافق تماما المنتصر انه فما ملاعبيه ماهمش مستوى الترجي، نتكلموها بصراحه ماهمش في مستوى الترجي الرياضي التونسي. واذا كان تشوف الترتيب نحسبوا الترتيب بعد الراحه نلقاو الترجي ممكن في المرتبه الثالثه، ما عنديش الاحصائيات الصحيحه تقول تلقى مرتبه ثالثه. دونك من المفروض اعطيه مساج في التفاعل، مساج تفاعل مع مجيد بعد ملي رجعت مليون. احسن جمعيه هي الاتوال متلوي 11 بوان عامل، ومن بعد جي ديسبيرونس وتجي المستير والكلوب افريكان 10 بوان. معناتها الترجي في المرتبه السابعه تتسمى بعد واحد. لا عاد اثنين الاولى الاتوال ومتلوي 11 بوان، بعد جي الكلوب والاسبيرونس وسي اس اس عملوا 10 بوان. شوف مساج تتفاعلوا مع بعض في الغابه. بعد الكوفيد سي فري الاسبيرونس على بيردو سون جو اي سون فوتبول، مي اليوم الاسبيرونس ما نساوش هاربه 11 بوان على الدوزيام. معناها شنو نقولوا على الجمعيات الاخرين؟ معناها الشامبيون نتاعنا اذا ليسبيرونس اليوم اللي بيسك شامبيون بالكريتيك اللي توا نقولوا فيه، واليوم مش غلطه صحيح. دونك نتكلم على الجمعيات اللي ورا ليسبيرونس ضعف، لان كان جاو الجمعيات هذوما قويين ليسبيرونس ما تهربش بالكميه هذيك وبالكريتيك وباللعب اللي هذا اللي الناس تكون مش فرحانين به. انا معك. دونك شنو نقول؟ انا نقول ليسبيرونس ملي بعد الكوفيد قاعد تقدم في فوتبول معناها مش هو، الناس كل مش فرحانين. والدليل على ذلك سي مجيد، انا جوست باش نكمل الفكره نتاعي فقط. انا كنت نتفرج في الترجي، فريق ترجي في 26 ماتش في الشامبيونا 24 ماتش يلعب في الاتاك، فما دو ماتش ممكن يحسب فيهم بالسي اس اس في فاقس والتوال في سوس. لا باش نكلم، كي تشوف ليكيب بتاع الاسبيرونس على اليمين مره مسكين ومره ايهاب ومره سامح، على اليسار مره شت ومره بدره، في الميليو تيران حدث ولا حرج. فما تغييرات متعدده تخلي الانسان يتساءل هل انه معين قاعد يلوج في التشكيله والتركيبه ولا يحضر في الفريق نتاعو، او انه فما مشكل. اثنين الفارق في النقاط الكبير والمريح من المفروض يخلي الترجي تلعب متحرره. انا معك، خلي الترجي تلعب مرتاحه، خلي حتى الوليدات الصغار صحيح. اللي دخلوا يلعبوا بدون ضغوطات، وبالتالي لابد هنا من مراجعات نوعا ما على مستوى اختيار اللاعبين، حتى على مستوى طريقه اللعب. اللي النادي الافريقي استغل النقطه هذيك في الشوط الاول، عمل اربعه مدافعين. انا مانيش ضد انا ضد فكره اللوزونج وضد فكره الواحد لعب باربعة مدافعين وثلاثة ملاعبية في الميليو تيران، ثلاثة فكاك، وخلى الوسام القدام شوية مع يعمل في البلوكاج ويعطل خروج الكرة من الترجي التونسي مع حرية الصابر وباسيرو. هذا ايش أعطاه؟ أعطاه سيطرة ميدانية للنادي الإفريقي في الشوط الأولاني، أعطاه ربح للدويل الكل، وأعطاه النادي الإفريقي توازن وأعطاه مشكل تكتيكي بالنسبة للترجي التونسي. الفرصه نتاع دقيقه 42 عادل تلخص في حاجه، تلخص اولا حاجه ايجابيه ان الافريقي كل كره ثانيه عنده هما في اربع مناسبات، لكن كذلك في نفس الوقت تلخص الامكانيات الفنيه نتاع ملاعبيه كلوب افريكان، لانه وقت اللي تجيك كره راجعه اول حاجه تغزل الكاج. كان تشوف الشوطه الاولى ما غير ما يغزل الكاج، انا متاكد اللي كل واحد شاتها ومشى، معناها كان غزلوا الكاج وحطوا الكره في بلاصتها يتمرك البونتو في اربع مناسبات، في اربع مناسبات ما تمركش الكره. دونك ايجابيه انه الافريقي شد، لكن سلبيه من الناحيه الفنيه ان الافريقي الكاليتي نتاع الملاعبيه نتاعو يمكن كذلك اللوم على الافريقي في حاجه اخرى، ولو نشيد بالمدرب الاسعد دريدي على
اختيار طريقة اللعب واختيار اللاعبين وشجاعته في أنه يلعب مع الترجي بأربعة أربعة اثنين ويحاول الشوط الأول أن يضغط عليه هذه الشجاعة. ولكن لما تشوف أنت المنافس متاعك أقل منك مستوى في الفترة هذيك في الماتش هذاك يزن تضرب بقوة. في الشوط الثاني الإفريقي ما ضربش بقوة، نادي إفريقي تراجع ونحسه في الحشب. إذا تضرب بقوة يزبك أدوات بتشير أدوات اللي عندك ما عندكش ما عندوش ما عندوش دي سوليسيون. أنا را وجهة نظر وجد السهلي ما عنده تقريب 15 دقيقة. أنا را أنه اللي لعب بشوط أول محترم بشكل هذاك ينجم يعمل الشوط الثاني، ينجم سيرتو عندك ديربي وعندك فرصة، خاصة وأنه الترجي التونسي تيرة ال 94 دقيقة لعبها ما عمل حتى تير كدري. مستانس الترجي تعمل 10 15 في الماتش ما شات حتى كرة على المرمى كلهم البر. لو كان هي لكن لأ أنا لومي شنو لومي شنو لوم عتاب أنا خاطر الكلوبيستي توا يقول لك أنا الديربي تنحالي تفكلي. علاش الشوط الثاني ما جازفناش اكثر؟ هذا ايش يقول الكلوبستيه توا؟ علاش في الشوط الثاني في 20 دقيقه الاخرى ولا تحسبت ما نخسرش؟ لكن تحب ولا تقدر سمير يلعب للترجي قمام يقعد ديما تقعد كيب كبيره تقعد الترجي اللي في كل وقت نجم ترد الفعل ماكش تلعب ضد ادفرسير صغير اللي نجم يرجع ليك حتى في كوره في كونتر اتاك معناتها يكون عادي. توا الكلام نتاعي مش يتاول الكبير وصغير، ما قلناش كبير وصغير، كنا احنا ديربي بطبيعه الحال. الديربي شنو الديربي؟ نهار الكلوب مش في فورمه، نهار الترجي مش في فورمه. الترجي ماهوش في فورمه دونك الكلوب ما استغلتش الفرصه. هو تصديق لكلامك حتى هو الاسعد الدريدي يقول لك انا يلزمني نقعد اون ايكيليبر. سمعت من بكري مدرب الاتوال كان يحكي على الديزيكيليبر اللي كان يلقاه في النجم الساحلي انه في وقت ما ملقاش ليكيليبر. بالنسبه لفريق كبير سواء ترجي ولا اي فريق في العالم يلزم يلقى ليكيليبر انه اليوم يستحفظ على الخطه الدفاعيه نتاعو ولا الاسلوب الدفاعي ولا طريقه اللعب نتاعو اللي نجم يعمل الكونتر ومن غير ما يتمس ومن غير ما يتمس لو بلون تكتيك. انا ما حكيتلكش على الكونتر يا ناصر توا. لا لا انا احكي لك انا بالنسبه لسعد الدريدي وقت اللي ليكيليبر ولا وقت اللي بشيخ ونقول واحد الكلمه هذه ما نحبهاش انا في الكوره. ليكيليبر 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 بتاع النادي الافريقي في الشوط الاولاني كان موجود ولعب الهجوم وكان التغطيه وكان كذا وفما التوازن كان موجود. انت بكري حكيت على الاتوال حكيت على المباراه الاخرانيه وقت اللي الاتوال لعب بفاسل بيفو معناتها اليوم الاليات الدفاعيه تفقدت. نحكيو على الكليبر احنا اليوم سامحني قصي تاعي ماذا قد تشوف النجم الساحلي في سليمان لعب بن عمر ومعاه اسمه رودري داروين مع داروين وفراس بالعربي مع لي دو جوار هذوما ما نجموش يعاونوا في الريكوبيراسيون. فما كيليبر مثل القائد نحكيو على بروفيل يكون عنده لي كاليتي باش ينجم يدافع ونجم يعطي حل. فما فما احمد خليل فما قصاب وفما وفما سي ديفيرون فما قصاب وفما رودريك سي دي جوار دو ريكوبيراسيون. علاش اليوم علاش الترجي ديجا خسرت وسط التيرا على خاطر المواصفات نتاع الملاعبيه هذوما خاصه القصاب انه عنده امكانيات فنيه ينجم يعاون سور لو بلون اوفونسيف ونجم يخرج كره نظيفه. هذا ما يخلي خلق مشاكل بالنسبه للميليو التيرا نتاع الترجي. لكن في هذا الكل اش نقولوا احنا اليوم كما قال انا بكري سمير ونشاطر الراي فريق كما الترجي الرياضي التونسي بعيد 11 نقطة على الخصم نتاعو اللي متواجد في المرتبة الثانية. اليوم من حق الترجي انه اليوم يحط كل آلياته قدام الناس كل يلعبوا بأريحية كبيرة. يلزم لاعبيه الكل يبينوا إمكانياتهم في المرحلة الجاية في البطولة اللي باش تبدأ بعد شهر ولا شهر ونص. اليوم راهو تلعب في الترجي اليوم ما عندكش الحق باش ما توريش كورة مزيانة. اليوم وقت اللي يقول احنا فما اون جو فما شامبيونان اون كور وفما اوبليغاسيون دو ريزولتا هذا مش موجود. المفروض الملاعبية الترجي يكونوا متحررين يكونوا عندهم امكانياتهم الكل تتحط في الميدان. ويلزم اللي قلق في الترجي بالحق في الفترة الاخرانية مهما خصم كان الحجم نتاعو سواء فريق نقولوا احنا يلعب الفوق ولا يلعب اللوطة الترجي ما كانش في احسن حالاته لقى برشا مشاكل من الناحية الدفاعية ومن ناحية حتى تسجيل الفرص. عمار السويح انت دربت الترجي الرياضي وهناك شبه اجماع على الترجي اللي بيكون في يوم البارح. لكن الترجي رغم اللي ماهوش في نهار ما خسرش شين اسباب اكثر من مناسبه الترجي لم يرتقي مستواه الى ما تعود عليه لكن مع هذا يتفادى الخساره. يتفادى الخساره لانه اما الديان تاع الفريق اما الهيستوريك يقعد ديما معناها موجود. بو كما قلت المره اللي فاتت بوتيتر اللي خلى معناها الترجي الرياضي التونسي ما رجعش بعد الكونفينمون
كيف ما يلزم. هو نسينا الانسحاب من الشامبيونز ليج. حتى الانسحاب من الشامبيونز ليج ديما كو سوا ليتوال ولا السي اس اس ديما ولا الاسبيرانس، بعد ما نشوفوا ليتاب ولي ريزولتا نتاع الشامبيونز ليج حتى ولو تكون نتائجهم باهيه، تشوف بعد تشوف ان روندمون اخر في الشامبيونات، تشوف مشكل، تشوف حاجه تصير، ما تقعدش الامور عاديه، لانه هذاك ستيمولان معناها وقت تبدا الشامبيونز ليج نعرف معناها الاداره ونعرف حضور الاعلامي وزيدهم الجمهور وزيدهم كذا، وتشوف الحرص وتشوف الملاعبيه كيفاش يعني يجهزوا انفسهم للمباريات هذه. هذاك ما عادش موجود، زيد الفارق. لكن قاعدتك معناها الروح نتاع الفريق اللي ما يستسلمش واللي ظهرت في ماتش ليتوال مثلا، معناها ما يستسلمش لسبب او لاخر، يلعب لاخر وقت كسوء حتى ليتوال في وقت الاوقات الكلوب افريكان كما شفنا في الماتش، معناها عندهم التاريخ نتاع الفرق الكبيره هذه تخلي فيهم يعني حاجات اللي يتصرفوا اون فونكسيون. الملاعبيه موجودين لكن في اشياء كما قلت من نوع هذا خلت الامور ماشي ماشيه، مثل تغيير التشكيله نتصورها يا شويه تعب، يا جيستيون تاع كالندري عنده ماتش ليتوال دونك في وسط الجمعه يغير التشكيله باش يريح الملاعبين الاخرين باش يلعبوا ماتش ليتوال اكسترا نتصور، والتغييرات هذه وما ثماش دي سيونس دونترينمون. لكن اغلب شيء نقول انا هو معناها ال مش مستسهلين البطولة، أما يعني كما قلت الحافز الكبير اللي كان يخلي الملاعبية خطر تحب ولا تكره هما يكونوا حارسين أكثر على مستوى حتى ليجين دوفي متاحهم البرة، الإصابات هذه الكل مساهمة فيها، حتى مستوى ليجين دوفي معنا اللي قاعدين يعيشوا به في, 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 في الفترات هذه، معناها يخلى المردود أون كيلكو سورت معناها متقلص. لكن فما معناها الخبرة هذيك تلعب دور بعض الأوقات. أنا فما نقطة استفعل فيها عادل في يخص المباراة، صحيح الكلوب الافريكان هي اللي خذت الكلوب خذت الانيشيتيف في برشا حاجات حتى في تغيير التشكيله. انا رايي فيما يخص ديسبوزيتيف ما نعرفش قالوه الملاعبيه من لوزانج ولا لا، اللي ريتو انا 4-3-3 سانز افون سنتر كلاسيك، معناها وسام يحيى كاريمون سنتر كون دو بوينت، باسيرو صابر خليفه كاريمون دو جوور كلوا، شفتهم حتى الماتش خدمته الكل تنجم حتى تشوف دي سيتياسيون تاع 4-5-1 ا طول الماتش. لوزانج يزمني في الاتاك نشوف ثلاثة وقدامهم واحد وقدامهم اثنين، صحيح تحط مع الأجناب فاريانت، لكن غالبا ما كان جون تاع 4-3-3 باسيرو وصابر خليفة أغلب 90% من الوقت لعبوا دي جور كولوار في ريكوبيراسيون 4-3-2 تجب تقول تحب انت، معناها انا سميتها راي انا، هذيك التسميه نتاعك انت اللي شفتهم انا هذوما معناها اللي ريت معناها الوضعيه، فهمني؟ وما كانش سيتياسيون بيج، سيتياسيون بيج لو تلعب اللوزانج على قاعده اثنين دو كونتر دو في اللاكس وراهم واحد وقتها نسمع تولي يعني مشكل معناها لاي خط دفاع، اما بوتيتر اون فاريونت في الريكوبيراسيون، لكن كيف تولي في الريكوبيراسيون بطريقه هذيك نبعدوا على كلمه معناها اللوزانج، هذا اللي حبيت سانامبيش بوتيتر على سمير يعني راهو 20 مينوت اللي عملتهم الكلوب في الطقس هذاك سيرتو سو لو بلون بريسينغ ولا بيرتوربي لسبيرونس، معناها الا ديستابيليزي سبيرونس في تخريج الكوره، ما عادش ينجموا يخرجوا كوره واستعملوا حتى كرة طويله، ما هي شويه ستاني فور معناها لاباس بي افيك لو كوميول دي ماتش اكسترا وكذا، بون بالطبيعه حتى كل ملاعب عنده في مخه حاجه، معناها ما يلزمش الترجي تربحني في الماتش هذاك تحب ولا تكره، في الاخر الكل في الاخر الكل يقعد الشيء هذاك. عمار فما ملاحظه برك سامحني سامحني كان قصيت عليك، ملاحظه على مستوى المباريات والتعب هذا كل شيء. عامين التالي عادل جاوا في 21 يوم سبع مباريات في الدوري التونسي، سبع مباريات الترجي ريال التونسي عمل دوز ايكيب، فريق يلعب في البطوله وفريق يلعب في كاس افريقيا، وتحول بالفريق الثاني مجد التراوي ومعين قاعد في تونس، ومجد التراوي مشى لعب شامبيونز ليج الترجي مترشح وقت ما توا وربحت الترجي تقنع بالفريق الاول وتقنع بالفريق الثاني. علاش انا نتكلم، انا نحب نتكلم مباشره لانه الترجي في ستة او سبعة مباريات الاخيره لم يقنع، ماهوش مقنع، يلزم نقولوا الحقيقه كما هي، الترجي ماهوش الترجي توا. انا ربما نفكر انه الترجي يخمم بطوله حسي متى يخمم في الموسم القادم، وقاعد معين يحضر ربما في تفكيره في الموسم الجاي وفما غربله في الترجي، ولكن كذلك في نفس الوقت راهو جمهور الاسبيرانس ولا الكلوب ولا الاتوال يطالبك بالاداء ويطالبك بالنتائج، الاداء ماهوش موجود. قبنتين انا ما تكلمتش برشا باش نتكلم لك الكلمه. تحليل سمير معناه اللي يشوف يقول كوش عليك بافريكا معناه على إكرازي الاسبيرانس ألوك سي بافري. علاش فما دي تان فور في كل ماتش تان فور بدات بيه الكلوب افريكا تان خوي برشا ولي 20 مينوت معناها عملت بريسون الفوق وكما قال عمار سكرت على جناب كومبوري وصابر وسنتينيل قعد وسام ووسط التيران خذاته زيتي بريس كات في وسط التيران
ما قلتش كرازي اي معناها اسبيرانس قد كان كرازي سكور كبير لا معناها حتى الكلوب ما جاش فرصه كبيره لي 20 بريمي مينوت الكلوب ما خليش اسبيرانس تلعب جبرتها باش تلعب اللعب الطويل نتاعها اللي مش هو دونك اون ايتي داكور نعطيك نجسم لك حاجه لوكازون اللي جات الكلوب افريكان 42 اول مره نشوف انا كادومي نتاع الكلوب افريكان في 18 متر نتاع الاسبيرانس معناها يوريك اللي الكلوب افريكان كانت حاضره معناها سي لو بلون فيزيك وديتيرميناسيون خير بعد زميتان الكلوب افريكان راهو تحت تحت والاسبيرانس دات ترجع ما رجعتش بالكيفيه اللي الناس كل تعرف الاسبيرانس جات تون فور اسبيرانس في ميتون جات تون فور في الواحد لكن ما وجعتش برشا علاش؟ خاطر لي جوار دو كاليتي اللي كانوا موجودين في الاسبيرانس ما تعوضوش البلايلي وانيس البدري معناها افيك وش اسمه وسعد بقير معناها وبلوس بن محمد على اليسار وغيلان الشعلالي وفهمني ايه مجيد هذوما سامحني مجيد صحيح تو احنا لا استنى سامحني خليني نكمل لك عمار ما خليش عليكم شنو هو اللي يعمل لاكاليتي فما هو الماتش شنو فيه فما لونجو اي لو جو الماتش بتاع هذا ما فيش اونجو كبير صحيح الاسبيرانس ما تحبش تخسر والكلوب ما تحبش تخلي كلوب الاسبيرانس تعمل طول دونور مي سيتي با ان اونجو كبير ياسر لان الاسبيرانس حسمت تقريبا الشامبيونا والكلوب افريكان قاعد تلعب على باش تشارك على اون كوب دافريك مي لو جو ما فماش الوغ كي تاخذ انت البايرن وش اسمه وباريس سان جيرمان il avait l'enjeu une coupe d'europe mais il avait le jeu شكون عمل لو جو سي لي جوور لا كاليتي دو جوور انت كي تاخذ من الماتش شنو تخرج من الماتش باش نقول لك شنو خرج خرج احمد خليل اللي هو مخزون نتاع انتاج تونسي قصاب برودوي نتاع الكلوب افريكان وفي الاسبيرانس فاروق الميموني معناها كي تاخذ هذوما ثلاثه من اللاعبين اللي هما صغار معناها بريسك وبرزو معناها يوريك يعطيك فكره اللي راه اون بو كونتي سي لي جوار ومازالوا برشا جوار تاكد لك في الكوب افريكان في الاسبيرانس اللي صغار وقادين باش يلعبوا خير من اللي قاعدين يلعبوا توا دونك لو ماتش ما شفناش ماتش كبير الكوب افريكان لعبت معناتها لو ماتش كيف الفالي وباش نقول لك اللي الكوب افريكان فاش تولت قوتها قبل كانت كوب افريكان وقت نلعبوا ضدها احنا في الليل كوب افريكان كانت تمركي لها سامي زوز بوتويت ربيع عطوقه زيتوني رتيمه مرات حمزه القليبي في الرتور توفى خمسه سته بونتوات في العام كامل اليوم انت كي تاخذ لي جور نتاع الديفونس تاع الكلوب افريكان قابلين ثمانيه بونتو فقط ولولا الكلوب افريكان مالغري حمزه عقربي طاوس معناتها برسك جديد اسمه فخر الدين جزيري بدا من الاول وخرج ودخل في عوضه اسمه عبد الرزاق غازي عبد الرزاق اسكندر العبيدي جديد معناها كي تشوف التركيبه ما غير من ناحيه الاستحقاق نتاعهم ماهمش لي جوار نتاع الكلوب افريكان مي شفت الكاليتي نتاع الكلوب افريكان سو بلون ديفونسيف كيفاش تحسنت وهذا لي فورم نتاع لونتونور فريمون خاطر الكلوب افريكان كانت قبل ديفونس ديما تقبل بوتويت تو تحس الكلوب افريكان سو بلون ديفونسيف صحيحه وسوليد وهذا هو اللي تحسنت فيه الكلوب ولازم تبني عليه لانه سي عبد المجيد لانه النادي الافريقي قلنا افضل دفاع ودفاع منظم لانه خط الوسط نتاع الكلوب افريكا يخدم بطريقه كبيره برشا وذاك علاش احنا تكلمنا على المشكل نتاع الترجي على خط الوسط نتاع الترجي ولا نقطه اخرى مهمه تو قلتها انت جبت الملاعبيه اللي غادروا الترجي هنا اقرار منك انت على انه الملاعبيه اللي حاليا في الترجي التونسي ما همش مستوى الملاعبيه اللي مشاو ودوك واحنا ما عوضوش احنا هذاك اش قلنا احنا اش قلنا ليه متفق معك قلت انا بديت قلت لك الاسبيرانس بعد الكوفيد بعد الكوفيد شيء بعيد على بعد الكوفيد بالتفخير الاسبيرانس ماهيش هي ماهيش لو جو اللي نعرفوه على الترجي التونسي ممكن زاد فما عامل ذكر وعمار عامل نفساني راهو بعد ساعات سمير تلعب كوره تبارك الله تحس روحك اللي شامبيونا تحسم تولي تفقد هذيك الكومباتيفيتي شفت مش مبرر نمشي معاك التونسي الجوار التونيزيان هكاك الجوار التونيزيان هكاك هذاك التفسير ظهرلي انت تبارك الله لعبت في الترجي وتعرف اللي جمعيات الكبار هذوما فما 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 التصويره نتاع الجمعيه اللي ما لازمهاش تتمس ميليكار ميليكار قبل ما كانش عمره موصل لك انت تاخذ ليكار تاخذ الاسبيرانس هرب على الكلوب افريكان 17 بونتو وقت شفت الماتش تحس فما ديفيرونس ما بين الاسبيرانس فيه ما تحسش دونك شفت كيفاش معناها لو ديربي يبقى ديما ديربي ديما يبقى ديربي على كل حال نقاش ثري وكل واحد عبر رايه في قراءات فنيه مختلفه ومتعدده والحكم يبقى
في الأخير للجمهور. تحدثت أنت على العامل النفساني، لكن فما عامل نتاع الرطوبة لأثر تأثير كبير على أداء اللاعبين. نشاهد هذه التصريحات عصام الزناوي، سمير العطافي ووليد الرياحي. كان فما ميديتي كبيرة، حتى معناها صبات تحس ترنخ بالماء، هيك هو الفو فيغ افيك، ولازمنا معناها نتأقلموا مع الظروف الكل. احنا في البنك وتعبنا من الميديتي، معناتها كي وسام خرجنا بالسيف اللي يتنفس، اول حق كلمة قال قلب برشا ميديتي. فما رطوبة، تحس روحك تتبل من غير ميم حتى تعمل فور كبير، تحس بلل معناها، حتى المريول وشورت بداوا مبلولين، تقول عليك معناها دوشت معناها. نحاولوا نكملوا الأربع ماتشات هذوما وإن شاء الله معناها على بليسير سيرتو، نتمنى معناها الجوارات الكل يكملوا الفان سيزون تاعهم من غير إصابات. الميديتي صحيح. هك تشوف ديجا نحن انا واقفين مانيش نجري ودينا نستانس، ويدور لي ليزيكيب الكل سور لو بلان فيزيك بداو ياخذوا الريتم، وان شاء الله معناها لافام تاع الشامبيون هذه تخلينا نعملوا انتام باهي في الشامبيون الجديد، ونلقاو من الاول معناها الريتم تاعنا في لي جورني. ليكيب الكل تلقاو معناها الريتم تاعهم في لي جورني الاولاني. إذن عامل من العوامل عمار سويح اللي أثرت على أداء اللاعبين، السخانة والرطوبة، واللي خلات الملاعبية خاصة في ربع ساعة الأخير ما يأديوش الأداء اللي انتظرناه منه. صحيح، يعني الرطوبة من الحاجات معناها اللي تقلق ومن صديق من ملاعبي الملاعبي، خاصة لما نشوفوا مستوى الفرق على الجانب الفيزيولوجي فيه تفاوت، فبطبيعة الحال يخلي اللاعبين يعني يتقلقوا، خاصة مثل ما كيف ما نشوفوا المردود اللي يقوموا بيزم، يعني تقسيط المجهود حتى انتراتر نتلفاو الحاجات هذه. وكما قلت بكري فيما يخص معناها شربان الماء، فيما يخص معناها ليجين دو في متاعنا، لكليماتاسيون، حتى النجم نتعاملوا مع الوضعيات هذه، خاصة كانوا مش متعودين عليها، نحبوا نكروا في الكانيكول هذه. واضح. أنا لعبت في دي كونديسيون تاع هوميديتي كبيرة، سورتو في شهر جويليا وأوت، حتى في جمعة الأولى متاع سبتمبر، نحكيو على حاجة معناتها أنا عشتها. نعم، تعودين وليد، نحكيو في ربما نلعبوا في الظروف هذه في لي كونسيون هذه، على مستوى السخان، على مستوى الميديتي. باش نعطيك شنو هو اللي قلق، ما احنا حكينا على الرطوبة، معناتها لي زانكونفينيون شنو هما؟ ملاعبي كي يبدا يلعب، أنا جربتها، قلت لك معناها نطلع على الميزان بعد ماتش نكون مثلا 90 كيلو، نحي حوايجي نولي 87، معناتها ايماجين معناتها 3 كيلو ولا حتى ميم أكثر، لو عرق كبير ياسر تخسر دي سيل مينيرو، معناتها تخسر برشا ماء، دوكو تولي حتى التركيز ينقص، الاكسجين ينقص، الاسيد لاكتيك اكسيتيرا، دونك تاثر اوتوماتيكمون على البدن تاع الماء. هذه جزئيات حابين نحكيو فيها حتى يعرف الجمهور يلا الحراره عادل اي فوالا. السخانه ممكن تقاومها كملاعبي، لكن الرطوبه ما تنجمش تقاومها، عباره على ملاعبي تلعب في بيت نتاع سونا، معناها الاكسجين ينقص، العرق يبدا يجبد، وما تنجمش ترد الفعل، بدك ما عادش يجاوبك، تقول الرطوبه ترزم. دونك الرطوبه اخطر برشا وتقلق برشا الملاعبيه من الحرق. قانون حتى من الفيفا معناتها، فيها حتى قانون معناتها اللي يخلي معناتها الرطوبه معناتها يعطي امكانيه باش الملاعبيه يرتاحوا اكثر. شو قانون الفيفا؟ لا فما معناتها الفيفا مقنه معناتها وقت اللي تبدا الرطوبه طالعه برشا معناتها ينجم يقلق الملاعبي من الناحيه البدنيه، معناتها موجوده فنيا نحكي طبيا، معناتها معترف بها معناتها في الناس كل تعترف انه الرطوبه معناتها حتى كي تمشي على الساقيك ماكش تكور وتتعب معناها كي تبدا معناها فماش مفسر فماش لايراسيون. عادل اكثر حاجه تخوف هما اصابات الملاعبيه، راهو قد في الرطوبه يبدا ناقص ماء، ديزيدراتي معناتها ما يشربش ماء، والاكسجين كما قال تنقص، البليسيور يخوف. والحمد لله تو نجم نقولوا في لي ماتش هذوما تلعبوا في شهر بلس سته ماتشوات، ما اون با يو بوكو دو بليسيور، ولو ليسبيرونس معناها ترو بليسيا. واضح كيف عاشت جماهير الفريقين عمار جنرال انضباط. كيف عاشت جماهير الفريقين مباراة الدربي عزيز الجباري، منعم الورتاني وماهر سلام في هذا التقنيش. أجواء دربية تقبل
حاسرة على ديربي قبل كما كان مش كما توا على غالب ديربيات تتلعب على قبل بجمعة، تتلعب في الحوم، تتلعب في القهاوي. كان تلعب خسابي مسبح لليل دربويت كراه مش جايز مامر فهمتني دخلة جو ديربي فلام تربح من بعديك تربح. احتفالات كبيرة بين جماهير الزوز جمعيات خارج وداخل الملعب. لهنا توا تلقى دربوية، تلقى العباد متعدية بالكراب تزمير الوقت هذا تلقى ما تنجمش تعدى بكرم. كانت برشا ناس لهنا وكانت ماركي الفريق ناس الكل تخرج. ثورة نكهة الدربي نقصت بما أنه جمهور الفريق المضيف هو اللي يحضر في الملعب، إلا أنه روح الدربي ديما موجودة. الدربي فقد نكهة نتاعو، عنده مدة جمهور ما فماش، زيد جات بريود تاع كورونا هذي. الدربي وفى من سنين مش من توا، أولا من ناحية الملاعبية اللي كانت تجي الناس على خاطرهم. تعرف انت توا الكلوب والاسبيرانس كانوا الجوالات نتاعها كانوا من حوم فهمتي، ولاعبين مع بعضهم والجمهور بيدو معناها استاد يتقسم على اثنين ولا كذا، كنت تحس اللي ثم ديربي تماج ديربي ديربي فيها ثلاثة من الجزائر وعشرة من كوديفوار وزوز من واد، هما جوارات ما يعرفوش الديربي، هما جوارات اللي يلعبوا في الاسبيرانس وفي الكلوب ما يعرفوش معناها ديربي. اليوم الكورونا زادت التيم بل وهاو حال دربي البارح، باب سويقة وباب جديد غابت فيهم أجواء الدرب. أنا كنا قبل بجمعة نحن نحتفلوا بالدربي كانت الدنيا كلها كالعلامات. وسط العاصمة والطريق المؤدية لملعب رادس ولا مؤشر يوحي بوجود درب. فمش جو جملة، فمش جمهور، فما حتى شيء. درادس باركينغ فارغ ومدارج خالي. الجمهور الغايب على الستاد استنيناه باش يكون في المقاهي، الا انه العدد ما كانش كيما العاد. ناس مع الكورونا مع الظرف السيء اللي قاعد تعدى به البلاد حتى الكوره نسيتها. ترجع بينا لأيامات الدربيات قبل، أما اليوم ماتش الترجي والإفريقي فقد نكته على أمل أنه الدرب يرجع نهار من نهارات كيما عودنا. أجواء كبيرة كانت تعيشها العاصمة، وصراحة كل مدن الجمهورية بمناسبة مباراة الدربي. شفنا الأجواء قبل الكورونا وبعد الكورونا كيفاش كانت المدارج خالية. إن شاء الله تعود الحياة ونتجاوز هذه المحنة في أقرب الآجال. سعيد بالترحيب أنس البقلوتي وبروموكوت، أهلا وسهلا بك أنس. يعيشك عادل. شبيه صوتك طايح. سامحني عادل. إن شاء الله لاباس، تفضل. مرحبا. كل عادة رجعنا لكم. لا كل عادة تاكين الساعة وبعد نمشيو. تفضل. لايه بلاتي ليتا هذا هذا ماشي ماركي ماشي ماركي هاني نقول لك ماشي ماركي بدي بيان سور ماشي ماركي.
قلت لك باش يمركي امبوسيبل كانو ماركي قلت لك باش يمركي ماهوش باش يمركي باش يمركي ماهوش يمركي باش يمركي ماهوش يمركي قلت لك باش يمركي باش يمركي ماهوش يمركي حط اختار برومو كود ربح استنى فيك نورمال فما الكاشاوت يا صاحبي إذا الربح يستنى فيكم دائما وأبدا مع بروموكوت والكلمة إلى أنس البقروتي مرحبا عايشك عاد رجعنا لكم مسابقة طلع شكون نذكركم أن اليوم حطينا تصويرة متاع ولي يتحفون وصغيرون وكل اللي هو شخصية رياضية بيان سور على الباج فيسبوك وطلبنا منكم أنكم تتكهنوا وتطلعوا شكون الرياضي التونسي هذا اللي حطينا له تصويرة متاعه بيان سور نتذكركم بالجوائز المرصودة اللي هي الجائزة الأولى وصل شراء قيمة 300 دينار والجائزة الثانية 200 دينار بونوس برافي أنس سمحنا كان قصيت عليك الناس كل تنجم تشارك ولا شنو une très très bonne question donc اللي نجموا يشاركوا بيان سور لازم يكون عندهم ان كونت سور برومو كود باش تحلوا كونت عليكم كان تمشيو على promocode.com باه بالنسبه للضيوف اليوم دونك انتم زاده باش تشاركوا معنا باش تكهنوا باش يكون باش تكهنوا باش يطلعوا باش يطلعوا باش يطلعوا باش يطلعوا باش مقابله باش تكهنوا بها باش يطلعوا باش يطلعوا هاي نحطوا التصويره ونشوفوا باه يعطينا التصويره واللي طلع يربح 500 دينار ونكتشف مع بعض صورة لاعب ينتمي إلى أحد الفرق في الرابطة المحترفة الأولى عمره الآن 25 سنة محلي لعب في محلي. لعب في النجم الساحلي تاع ذي شبه ال تاع بن قردين بن زكري شبه اليمن بن زكري نعم بن زكري تاع بن قردين تاع كل حمام شبه نعم بن زكري بن زكري شبه له بقدر بن زكري عمر زكري عمر زكري عينيه هكا شبه عاد بجيت قبانتيني عمر سوية ايش سمير باش يربح قول كيما سمير شوفوا مع بعضنا شكون نكتشفوا هذا اللاعب شبال عمر بالفعل هو عمر زكري ابن نادي حمام الانف يدير كالعاده عملت الركود 17 مباراة سنة 2014 2015 2015-2016 28 مقابلة و4 اهداف 2016-2017 26 مباراة زوز اهداف انتقل في موسم 2017-2018 للنجم الرياضي الساحلي خاض 18 مقابلة سجل زوز اهداف وفي موسم 2018-2019 زوز مقابلات فقط انتقل بعدها إلى اتحاد بن قردين موسم 2019-2020 16 مقابلة بثلاثة أهداف خاض تجربة احترافية في نادي رجران لمدة 6 أشهر على كل حال كل هذه المعطيات كنا باش نعطيوها في البلاتو لكن سمير كان السباق كالعادة والله فما سر عمرك محير سمير واحد يربح لا اللي يقول الأول أنت وينك من ازرب قول الاولاني كابتن سمير تبارك الله كل مره نكتشفوا عندك موهبه لغني توا وتبارك الله التحليل وذقه الملاحظه يعطيك الصحه فما السر عاد كي تعطي التصويره هو صغير ثبت في العينين العينين التغيير تاع العينين يعطيك الصحه سمير يعطيك الصحه او عطيتك السر تفضل مشاركين في برومو كود انهم ينجموا يشاركوا ايكون يشارجي والكونت نتاعهم بالكارت دو روشارج المتوفره في نقاط المايا الموجوده على promocode.com سينو بالكارت بنكير ولا الكارت نتاع البوستا ديريكتومون على promocode.com صب فلوس ولا بيمي ومع برومو كود ديما الربح يستنى فيكم ديما الربح يستنى فيكم انت ديما تدعو الناس انها تلعب في البرومو كود وتشجع الناس باش يربحوا باش الهدايا ولا ما نلعبش احنا حابين نفرحوا بيك وبرومو كود حابه تفرح بيك يا وتاس على يوم عيد ميلادك حبوا نفرحوا بيك جوايز انيفرسير ان شاء الله كل عام وانت حي بخير تفضل ايه الجماعي ايه جماعي كان تسمع فيا ايه جماعي اكيد خبزه الجاتو طبعا امين احتفالا واحتفاء بعيد ميلاد انس البقلوتي هكا احنا نعيشوا في التاسعة سبور اجواء على المباشر دونك الف مبروك انس كل عام وانت حية بألف خير جوايز انيفرسير بيان سور ميرسي يعطيكم الصحة راح نشكر بروموكو
شكون تنشوك انت هذه القناة التاسعة اللي احتفال هذا مع الشعب التونسي كل حدا نصور لعبت كل قناة خارج علينا الناس كل اللي حيوك ويقولوا لك جويز انيفرسير واحنا هكا نعيشوا في التاسعة سبورت في قناة التاسعة عائلة واحدة وان شاء الله عقبال 100 عام وخاصة بالهناء وراحة البال ما عادش بكري يلزمني نمشي للدار علاش مزروب اورديناتوري شفتوا اورديناتوري اش بيه اورديناتور حاجتي بيه فما ماتش باش نميزي حل التليفون فاش قا ما ولا باس حل التليفون تيلي شارجي لابليكاسيون تميزي على اللي تحب فين ما تحب ووقت ما تحب اي بون وي تيلي شارجي وحط اختار برومو كود ربح استنى فيك شنو اسم الابليكاسيون برومو كود نعود مشاهدينا للرابطة المحترفة الأولى والآن مباراة نادي حمام الأنف والنادي الصفاقسي نادي الصفاقسي افتتح النتيجة لكن الهمامة تعود من بعيد وتفوز هدفين مقابل هدف عزيز الجباري ومن عملور تاني وماهر سلام في هذا التقرير أجواء هستيرية وفرحة غامرة عاشتها مدينة حمام الأنف بعد الفوز على السياسات الهمهامة تعود لسكة الانتصار على عاصمة الجنوب بعد أربع مواسم كاملة بالعودة للقاء شكري الخطوي يقوم بزوز تغييرات اضطرارية قبل لحظات من بداية الماتش المبروك مكان المسكيني وماسيمبا مكان السكوح دي شانجمون بسبب الإصابة في المقابل فتحي جبال يدخل بتشكيلة العاد السي اس اس عملت اون تام دو ماتش كبير يدخل ديريكت في صلب الموضوع الجويني سجل الهدف الأول لفريقه بعد كورة ثابتة قبلنا على كورة ثابتة رغم كانوا كنت نعرف فريق نادي الصفاقسي قوي في الكره الثابته سواء في اللي يضربوا في الكره الثابته ولا حتى في اللاعبين دوتاي اللي نجموا يسجلوا توما مو اللاعب بتاتر اللي يغفل على صاحبه بيسجل تو نهار ثلاثه نوعيه على اهميه الكره الثابته والكونسنتراسيون تاع الماركاج والفريق يخسر خدمات المهاجم زكريا بن شاع للاصابه غياب التركيز والتسرع كان مسيطر على الخط الامامي للهمهم اللي ما لقاش الحل الفك شفرت شباك الحارس ايمن دحمه والاحتجاجات على صفره الحكم نعيم حسني كانت حاضره كالعاده سلاح الكره الثابته كان ناجح في المقابل شاشيه يستغل هفوه في دفاع السياسيس ويضع حد لصليب الدفاع منافس اللي ما قبل ولا هدف في اخر اربع جولات مردود محير للسي اس اس في الشوط الثاني ولا فرصه تذكر والخط الامامي شبه غائب في المقابل الضغط الهمهامة يزيد بعد الورقه الحمراء للجلاس الورقه الحمراء هي اللي اثرت علينا برشا وهي اللي ما خلتنا ديزيكيليبر شويه شاشية يستغل هفوة دفاعي يزيد الثاني في وقت قاتل ويطلق الأفرح في الضاحية الجنوبي جمهور الهمهم يرفع القبعة على الشاشية هدف في المتلوي دوبلي ضد السياسيس يهدي فريقه أربع نقاط مهمة على درب إنقاذ الفريق من شبح النزول غران برافو لكل الملاعبين سيرتو الشاشية علاش خاطر خلقنا ان بروفوندور وما خليناش السي اس اس تعمل رولونس نتاعها اللي ديما بارتير من لي زاكسيو في حين السي اس اس ينقاد للهزيمة الخامسة هذا الموسم الأولى منذ عودة النشاط والفريق مطالب بالتدرك في الجولات القادمة سيتياسيون صعيبة شوية الحمد لله معناتها تحس وأن اليوم شو اسمه اليوم مقابلة كبيرة ضد فريق كبير كما نادي الصفاقسي الأولاد كانوا في مستوى كبير معناتها أو على الأقل واحد يطمن شوية على المقابلات الجاية ريمونتادا من بعيد ضد فريق محترم جدا تعرف نادي الصفاقسي معناتها اليوم
يعتبر من الفريق اللي بعد رجوع البطوله خذ 18 نقطه. احنا عندنا معناها مباريات هامه جدا في الفتره القادمه، مش نبدا من النجم الساحلي، معناها ان شاء الله النتيجه تاع المباراه الجايه تعوض الهزيمه تاع اليوم. ما جاش بالساهل الدوبلي هذا، تعبنا عليه عنا برشا، ومازال برشا خدمه قدام، ومازال قدامنا تروح قروان، واهم حاجه نخليهم من الناسيونال. هذه الاوبجيكتيف اللي قاعدين نخدموا عليه تو في 5 ماتش هذوما. فرحة كبيرة طبعا من جانب نادي حمام الأنف، وحسرة أكبر من نادي صفاقس اللي كان متقدم ثم عادت لها مهامة وبكروية انقلبت الطاولة على الفريق. نصر بدوي. والله عادة ديما نقول أن نادي حمام الأنف يكون عاقبة صعيبة بالنسبة لنادي صفاقس. الدابة السوداء. الدابة السوداء بالحق في المباراة الحاسمة كان ديما وديما بنفس السيناريو براتيكمون، ديما تلقى نادي صفاقسي منتصر في الشوط الاولاني واحد بلاش، وبعد يرجع ليه نادي حمام الأنف. مباراه كان تعاودت، ما تخشفش علينا نعاود فيها في برشا 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 مرات، حتى 2001 وزاد حتى اكثر من لا بخلاف 2001 هذيك انت في انترونور. لا في دقيقه انا ذكرها هذيك بعدها انا وقفت المسيره بتاعي الرياضيه. لكن حبيت نقول المباراه هذه النادي صفاقسي خساره، معناتها كانت اللي زاتو كل عنده، معناتها كانت عنده الامكانيه انه باش يستحفظ على نتيجه المباراه، انك تسجل ويزمك تعرف تستحفظ تلعب ضد فريق مجروح عنده 15 نقطه. انه اليوم بالنسبه لنادي حمام الأنف انتصار على النادي صفاقسي بالنسبه لي هو يعتبر حاجه مهمه برشا، بالرغم انه سمعت انا الشكر الخطوي كان حكي على المباراه والصعوبيه نتاعها فريق ضد النادي الصفاقسي، لكن الانتصار ذالي خلى نادي حمام الأنف يرجع له نقولوا احنا الكورس، يلقى روحه عنده 18 نقطه في الترتيب اللي تعرف توا كل نقطه مهمه بالنسبه لنادي الصفاقسي، وكاني بي قاعده تصعب المهمه على روحه. علاش اوريزمون نقولوا احنا بالرغط الكره اللي اتحاد منستيري في دقيقه 90 تطوين رجع في الـ في الـ في النتيجه باش عدل باش خلى اموال فما دو بوان ديكار بينه وبين الاتحاد المنستيري. لكن اللي حبيت نقوله في هذا الكل انه النادي الصفاقسي اخطاء بدائيه، الخطا اللي قام به غرام معناتها ما يلزمش الناس نذبحوه عليه، لكن في كرة القدم تقييم كرة معناتها طويلة ما عرفش كيفاش يتعامل معها كما يلزم، كان ينجم يخرجها بساقه اليسار التوش حب يدور ويضربها بساقه اليمين، هذا ينجم يصير ملاعب شاب مازال في بداية الطريق، ما يلزمش الناس تكون قاسية عليه. لكن نادي صفاقسي يستناوه اربع مباريات حاسمه بالنسبه للمرحله الجايه، يلعب ضد ليتوال، يلعب ضد ستاد تونيزيان في تونس، باش يلعب مع الكلوب افريكان في صفاقس، معناتها باش يمشي للشابه، معناتها الاربع جايه مباريات الجايه ماهيش باش تكون مباراه سهله، باش تكون مباراه صعيبه، نادي صفاقسي مصيره في يده. عبد الجزيز قباتين. يظهر لي نقول حمام الأنف ربحت الماتش اللي ما يلزمش تخسر. قد كان خسرت ولا تعادت حمام الأنف تصعب مهمتها. وشفنا الروح والجرينتا والعزيمه اللي هبطت بها حمام الأنف اللي معناها حولت الخساره نتاعها الى انتصار. نوافق ناصر كي قال سي اس اس عم تنتم بماتش وكان تجي انتصار حمام الأنف تصديقا لقولك خليها تصعد للمرتبه 12 أي. برصيد 18 نقطه وتخلي وراها الشبيبه القيروانيه والنادي البنزرتي. وكما سجلت سي اس اس كانت تنجم تستحفظ ولا تقتل الماتش، لكن الى في ان جوار نسيم شاشية وهنا لا راس ديبيتور، خاطر ديما جماعي كي تبدا عندها هداف يسجل داير معناتها التروزيام بوت نتاعو في جمعتين قلب الماتش. تصحيح الغلطه اللي غلطها الناس كل قالوا على غرام، تصحيح راهو جاسم حمدون هو نيمرو 18 اللي عمل الغلطه، الناس كل غلطت ماهوش ديفونسور جاسم حمدوني اللي غلط. نرجعوا كنا نرجعوا للتصوير نيمرو 18 الناس كل عطاو الغلطه على غرام، لا الديفونسور الاخراني مش على غرام. وهنا مش مسموح في جمعيه كيما سي اس اس سو ان كونتر معناها تخلي ان دومي اللي هو جاسم حمدون كانت كورنير سي عبد المجيد اي كورنير اي كانت كورنير لا جاسم نمرو 18 مش على غرام، على غرام نمرو 28 معناتها ستاتيونيزيان تونس كامل نورمال باش تخلي دومي يبدا رابيد باش تخلي التالي كيما امين صفاقسي طرح ستاتيونيزيان معرفش كان سي اس اس اسمه فينا نجمو نسلكو مزيان نمرو 18 هو جاسم الناس الكل حطت على غرام اللي هو غلط على غرام نمرو 28 هو 18 جاسم حمدوني لا معناها شوف انت تلعب ديفونسور معناها لي ديفونسور بريس الكل سونترو طلعوا وخلاو ان دومي اللي هو اري سونترال بيفو ذا اللي اي بيفو خلط في الاخر في الاخر معناها مش مسموح جمعيه سي اس اس تعمل غلطه كيما كيك معناها هذا ما نحيش استحقاق من نادي حمام الأنف اللي معناتها عمل زي ما تاع
لعب بسرعة، لعب بالبروفوندور، لوج ربح وجاء الانتصار. لكن حذاري، شفت أنا فرحة حمنم في سيلفوري، زالوا كات ماتش صعب ياسر، حتى ما تلعب واضح. سمير، أنا أقول أنه كلمة السر في الماتش هذا هي الرغبة، الرغبة والانجاجمون والروح ولونفي، لونفي ماتش متاع حياة أو موت بالنسبة لحمام نلف. لعبوا ماتش كبير صراحة. ملاحظة أنه حمام نلف قادر تتحسن في الماتشات الأخراني، شفنا تطور على مستوى الأداء، النتائج ماهيش تتبع، ولكن شفنا فريق ركز مليح. حمام نلف رجعت أولا على مستوى قلنا الاندفاع البدني. اثنين، النقطة الثانية المهمة هي الماتش متاع الأخطاء الفردية، مش معقول. حتى البوتو متاع سي اس اس غلطة في المركاج متاع حمام نلف، لكن مش معقول زادة جمعية كبيرة كيما سي اس اس تقبل أهداف بالطريقة هذيك، غير مقبول. ماهوش مقبول معناها بالطريقة اللي شفناها، معناها طريقة بدائية. ربما غياب هنيد، خروج هنيد أثر نوعا ما. ناصر ممكن يعرف أكثر مني، عمامه كان مستانس بهنيد بحذاه، مشى يلقى جلاسي. لكن الكرة كيما هذه مش لا لا مش نتاع بلاس كرة راجعة. حتى في الكرة، حتى في الكرة، الكرة الثابتة، حتى في الكرة الثابتة بروفوني اللي حمام نلف اللعب وجو ديريكت على الأكس نتاع فوالا. دونك إذا كان سي اس اس أخذت المرتبة الثانية كان يمكن يكون مرتاح فيها سي اس اس، لكن قاعد يضيع في برشا نقاط. هو من حسن حظ النادي الصفاقسي بالنسبة لجماهير السي اس اس، تعادل الاتحاد المنصيري والنادي الإفريقي مع الترجي، وخلات الفريق يبقى في المرتبة الثانية في انتظار الكلاسيكو المثير طبعا في نهاية الأسبوع القادم بين النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. ريكاب لبقية مباريات الجولة مع عزيز جباري وأيمن الهذلي. تعادل سلبي البارح بين الشابة والسيابي يخدم أصحاب الأرض أكثر من الضيوف، مقابلة سيطر عليها الهلال دون نجاح. في المقابل النادي البنزرتي لا ينتصر للجولة 13 على التوالي. أبناء مارشون في وضعية مريحة نسبيا في المركز الثامن ب 26 نقطة، في حين وضعية السيابي تزيد تتعق. الفريق بمفرده في المركز الأخير ب 16 نقطة، بأضعف خط هجوم وثالث أضعف خط دفاع في البطولة. واحد واحد بين الاتحاد المنستيري واتحاد تطوي. ليسمو يفشل في تحقيق الانتصار للجولة الثالثة على التوالي، ولا يستغل هزيمة السي اس اس للعودة لمركز الوصف، في حين اتحاد تطاوين يأكد تميزه أمام فرق على الترتيب. وبعد العودة بنقطة ثمينة من رجز ضد السيا، زملاء خلفه يفرضوا تقاسم النقاط مع الاتحاد المنستيري. في المتلوي نجم المناجم يأكد بلغة الأرقام أنه أكثر الفرق حصد للنقاط بعد عودة النشاط بمعدل 11 نقطة من 18. المتلوي ينتصر على جي اسكا، أحد منافسيه المباشرين على البقاء. نجم المتلوي يعود من بعيد ويصعد للمركز العاشر. في المقابل الشبيبة لا تفوز للجولة الرابعة على التوالي، وشبح الهبوط يهدد الفريق أكثر من أي وقت مضى. بعد 7 جولات كاملة البقلاوة تعود لسكة الانتصارات بعد الفوز على مستقبل سليمان بهدف 8 ميل. أول انتصار للبقلاوة مع البوسعيد بعد زوز هزايم وتعاد. مستقبل سليمان مطالب بالحذر في الجولات القادمة، خاصة لتأمين وضعيته وضمان البقاء سريعا، بما أن الفريق تعرض لثلاث هزايم في الجولات الخمس الأخيرة. طبعا المقابلات على أشدها على مستوى الحماس، على مستوى التشويق، على مستوى النقاط، كل نقطة بحسابها. سي عمار، كل نقطة بحسابها، ومباراة يعني مشكلية حديدية من هنا لنهاية الموسم، في خاصة في الخمسة فرق الأخرانيين، أو زاد كيف كيف الحوار نسبيا خاصة بالاتحاد المنستيري قدامك الترتيب. عمار السويح والأولاد الكل أكيد، منين تبدأ منطقة الخطر بالنسبة للجمعيات اللي تلعب من أجل تفادي النزول؟ ما يعني من عنا في النقاط تبدأ من المتلوي، تبدأ من المتلوي. أذكر بالترتيب، خلينا ماذا بينا حتى الأولاد يطلعون الترتيب طبعا على الشاشة حتى السادة المشاهدين يتبعوا الترتيب بالنسبة للفرق اللي تلعب من أجل المرتبة الثانية والترشح لرابطة الأبطال، وبالنسبة للنوادي اللي تلعب من أجل تفادي النزول. أكيد ترجي الرياضي 54 نقطة في الطالعة حسم أمر اللقب، النادي الصفاقسي 43 نقطة، الاتحاد المنصيري 41، النادي الإفريقي 37 نقطة في المركز الرابع، النجم الساحلي في المركز الخامس ب 37 نقطة، الملعب التونسي ب 31 نقطة في المركز السادس، المركز السابع الاتحاد الرياضي بن قردين 31 نقطة،
طبعا بفارق الاهداف مع ملعب التونسي مدفوعه المقبوله. الهلال الرياضي الشابي ب 26 نقطه في المركز الثامن، مستقبل سليمان 24 نقطه في المركز التاسع، النجم الرياضي بن متلوي 21 نقطه في المركز العاشر، المركز 11 الاتحاد الرياضي بيت الطاوين 20، المركز 12 النادي الرياضي الحمام الانف ب 18، 13 شباب القيروان 17، و14 والاخير المركز الاخير للنادي البنزرتي ب 16 نقطه. دونك قلنا معناها من المتلوي الى النادي الرياضي البنزرتي. لكن خلينا نقول الكوره ما فيهاش حساب ما فيهاش منطق، لكن منطقيا نشوف المتلوي وتطاوين عندهم يعني من في التنقلات نتاعهم قاعدين يعملوا في نتائج باهيه من ناحيه الاداء، زاد موفقين معناها قاعدين نشوفوا اللي الفرق هذه بالرغم من صعوبه معنا المباريات اللي يخوضوا فيها الا انهم قاعدين يلتير لزيبانغ دي جو معناها قاعدين يعملوا في نتائج لحد الان. با حملم الكونفيرم والا لا بعد الجراند ماتش هذا اللي عملته؟ نقطه استفهام باش تقعد بين شباب القيروان والنادي الرياضي البنزرتي، كيف كيف الحظوظ مازالت وافره وهناك دي ماتش سي بوان باش يصيروا في الفرق هذه الكل بين بعض وريان يجوي معناها كل شيء مازال معناتها جايز كما قلت معناها فريمون بول مجموعه معناها حديديه. الملاحظه اللي باش نسوقها عادل هي كونه من الملعب التونسي حد من قردان هذوما الكل فرق تحت المعدل 33 نقطه والمعدل كلهم تحت المعدل وعلى مستوى الاهداف المقبوله والمدفوعه كلهم في النيجاتيف الا الهلال الشابه يعني قد ما مسجل قد ما قابل فنشوفوا اللي نقطه استفهام كبيره قابلين اكثر من اللي مسجلين معناها مشاكل دفاعيه ومشاكل هجوميه وزيدهم مشاكل اداريه ومشاكل معناها فنيه. بعيد عن المشاكل الاداريه والفنيه روبريك الارتيستو نشاهد من يكون ضيف هذا الاسبوع عزيز الجبير احسن البقلوتي واحمد عباس في المونتاج. وليد تعرف شنو المونتاج قليل وين تلقاه طويل ويضحك صعيبه راه والله صعيبه سنين قليل تلقاه طويل لما يبدا وليد كاتابلازما بالرسمي راه تلقايش عندي بحر اكيد بيتزا موخيتو فداء حوت سالي قبل كنت في ليكيب ناسيونال انا ويوسف جونيور واولمبيك نبدا كي معناتها نتفقد كي في الاولاد شكون خلى حاجه مثلا نعمل شنو الجو هاي هاي تفضل مقرونه لحم معناها دجاج بوه على اخوه كنت قبل زيت في البوا انا وصلت نوزن 104 راه ليكيب ناسيونال جونيور نوزن 104 وانا نورمالمون البوا نتاعي يزمو 90 دق الباب حليا نلقى زوز متر وعشر لحية وشعره طويل تخوف راه نهارتها في البيت ما تجيش نقعد تعمل دخلت انا كي نحي في حوايجي السيفيل باش نلبس حوايج ليكيب ناسيونال وقتها شورت ومريول ويا يا اخي انا نحيت المريول ويوسف ماني شافني مع تظاهر اللي ياسمين معناتها عندي اجناب وشويه كرش غزر لي قال لي تو قد توزن عشيري كيكا حسب التقريب وانا وقتها 104 قلت لك انا قلت له 94 نحيت 10 عمل لي كي اه اي فهمت يا معذبتني بسينك اي 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 اش بيني قلبي وبينك اي 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 يا معذبتني بزينك اش بيني قلبي وبينك يا معذبتني بزينك اش بيني قلبي وبينك بيني وبينك بيني وبينك اي 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 يا معذبتني بزينك يليق بك الدهر يا مزيانة يليق بك الدهر يا مزيانة يليق بك الدهر يا مزيانة وتقول
والدور ما تلقاش غيري هنا. عندنا واحد ولي عمك رضا. عمك رضا ابو سعيد عنده كل الموتوبيكان القدم الموتورات هذوك كل مارون هذوك. يا اخي يوسف قال لي اسمعني يجي جا نعملوا دوره. قلت له ودي انا دوره نتاعك سايبه عليني ودي. قلت له بابا معناتها يتغشش واحد. قلت له يراني ما يجيش. قال لي تطلع عمل لك ايه سي يوسف يسوق وانا وراه. تو كان جيت بالعكس الحكايه انا تو معناتها اجهم شويه من يوسف وانا وراه يوسف يسوق بابا يلوج 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 وبعد شوفي زوز متعدين وعجاجك الاحمر نتاعك البيست هذاك عجاجك هي ونحن زوز بدا يزفر يوقفنا بالزفاره يوقفنا بالزفاره معناتها عباره بوليس سيركلاسيون ولا معاش انترينور حسيرو شدنا بعد في الفستيير نسيت شعمل لنا وقتها. انا شدني في الدار عندي وقتها عنده عصا جايبها من عين دراهم نافعه وش اسمها حسين شدني خويا كل اللي بها قلبي ويس نرمال يوسف روح على روحه ما عنده حتى قلق الامور هذه. قل لي واش اللي تحبي شنو اللي بقالك متخبي فعلك وشكيت الربي وبعد ما نتيجي نشوفها من الصغرى الغناء الحقيقة من الصغرى مغروم وحبيت نجرب خاطر في الدنيا هذية اللي يبدأ عنده حاجة معناتها يحب يعملها مغروم بها يجربها خاطر باش من بعد ما يقولش علاش ما جربتهاش وسورتو تبدأ حاجة ارتستيك مربوطة بالفن في أي دومين فهمت. أنا نغني مغروم ونحب نغني معناتها جيم بوكو شونتي ونحس روحي لي انا جو شونت جوست معناها نقول صحيح وكل شيء قلت بوركو با نعمل اكسبيريونس اللي عندي ماني باش نخسر بالعكس باش نربح برشا حاجات. انا ريتو يغني ويهبط في دي فيديو انستغرام وفيسبوك غرام في الدار بعد عرضتني نهار فيش ما صدقتش يعني وليد هيجري سامدي ودرا شنو بالذات وبال ليه عاد قلت طيب حفله طبعا وليد الهيشري من الميدان من كرة القدم إلى الفن وكل الفنون أكيد يتأقلم معها ويتعامل معها وأكيد سنستمع بعد قليل لعرض على الطائر وعلى المباشر من اللاعب الفنان كادو للجماعة طبعا طبعا نحب برشا تفاعل بخصوص كلام اللي قاله جوبانتيني على غرام هو اللي ارتكب الهفوة ما هو جاسم الحمدوني او للتصحيح فقط نصح بدي في حاجه انا والله حبيت نضيف حاجه بكري على غير ما تحلف تفضل لا في المداخله نتاعي ما هذا كنت حكيت وبرشا الناس بعثوا لي مساج بالحق راه ما نحبش نحكي على الحكم اما كي قلت نشوف الحكم يغلط غلطه كبيره اليوم معناتها الورقه الحمراء اللي كانت مش في حقها لان الناس البارح شفت ناس تحكي عليها حمراء مش حمراء انا نجم نقول مش حمراء الورقه الثانيه مش موجوده معناتها تخلي الفريق مواندريرا وموش باهي بالنسبه لنادي صفاقس واضح الرساله ان شاء الله الحكام يكملوا المباريات كلها يعني بطريقه عادله بين كل الجمعيات فاصل ثم نعود ونواصل الحديث.